صباح الخير فتحي. أنا فين؟ اللي جابني هنا؟ ما ترد؟ هو في إيه؟ وأنت مش فاكرة أي حاجة من امبارح؟ مش فاكرة إن أنا جبتك من فيلا فريد السكري هنا؟ هنا اللي هو يعني فين بالظبط؟ هنا في بيتي يا كرم. ايه؟ بيتك؟ وانت مين اداك الحق اصلا انك تجيلي وتجيبني على بيتك؟ وانت عرفت ازاي اصلا كنت هناك؟ علا بقى الله يسترها. علا؟ هي اللي قالت لي عشان الحقك في الوقت المناسب. وهي ازاي اصلا تروح وتتكلم معاك في حاجه لا تخصك ولا تخصها؟ امال تخص مين يا كارما؟ تخصني انا بس عشان دي حياتي وانا حره فيها زماني. هو الضياع والقرف اللي انت كنت عايشاه ده بتسميه حياه؟ وانت مالك؟ يا يكون صعب عليك ولا ضميرك انبك بعد الكلام اللي سمعته من قبل؟ ولا تكون فاكره ان عملت في نفسي كده بسبب تبقى بتضحك على نفسك؟ بتضحك على نفسك وعايش في وهم كبير قوي؟ عارف ليه؟ عشان الحمد لله انا عرفت الحقيقه، عرفت حقيقتك في الوقت المناسب، وعرفت ان انت ما تستاهلش مني لحظه تفكير واحده. الكلام اللي انت بتقولي عشان انا مقدر الحالة اللي انت فيها. مالها حالتي؟ ايه شايفني مطمطح يمين مش مال؟ ولا مجنونة بشد بشعري وبقطع هدومي؟ لو سمحت اتفضل اطلع برا، عايز اجهز عشان اطلع من هنا. انا لا هطلع برا ولا انت هتمشي من هنا. وبالنسبة للحالة فانت فعلا مجنونة وستين مجنونة، وكل تصرفاتك في حياتك غلط في غلط. بالله لو ما مشيت من هنا دلوقتي وحالا لا اطلب البوليس وانك خطفتني واديك في 60 داهيه. الداهيه دي اللي انت كنت فيها امبارح، انت عارفه انا جايبك منين امبارح؟ من على سرير فريد السكري بعد ما اداك الشمه والدنيا دخلت بيكي واغمى عليكي. انا جيت في الوقت المناسب ونقصتك، كنت ممكن تضيعي وساعتها عمرك ما كنت هتسمعي نفسك. أخوك المدمن باعك عشان خاطر شمل واحد قواد وقذر. كان ساعتها الراجل دوت ممكن يحولك مدمنة وياخد مزاجه منك، وساعتها كان يفرقك على زباين واحد ورا التاني وبعدين يجي آخر الليل ويرضيكي بشمة. كل ده عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان ولا حاجة. يا ست افرضي ان انا راجل ابن كلب واطي وكنت بلعب بمشاعرك، ايه اللي يخليكي تعملي في نفسك كده؟ عشان واحد ما يستاهلش زيي. ورغم ان الحياة غير كده خالص، الواطي اللي قدامك ده دخل بيتك ودخل أوضة نومك وانت نايمة وغطاك وسترك. أي حد بيعرف يميز الصح من الغلط ما يقولش إن دي تصرفات واحد واطي أبدا. عموما اللي انت عايزة تعمل اعمليه، عايزة تمشي دلوقتي اتفضلي مع السلامة. لو عايزة ترجع للسكة اللي انت كنت فيها بس صدقيني هتندمي، لكن لو عايزة تدي لنفسك فرصة وتقفي على رجلك تاني أنا ساعدك بدمي وأقف جنبك.
على رجليكي مش هتشوف الوطي ده تاني، بس وقف الأول على رجليكي. مستني القرار اللي انت هتوصلي له.